دوت الحبق، تمام كده. الحبق دوت اللي هو النعناع، نوع من انواع النعناع، بس زي ما احنا شايفين كده ورقته ايه، طويلة خالص، تمام كده زي ما احنا شايفينه قصاد مننا دوت. انا شميت الورقة عملت كده نعناع، بس طبعا يعني فيه الحبق اللي هو المنثى بليجيوم، طبعا في احيانا مش بنستعمله، فاهمني، في مادة الايه، البوليجون. مادة البوليجون دي احيانا بتبقاش كويسة، خاصة لو واحدة حامل او حاجة زي كده له مشاكل معاها، تمام كده. فالمفروض مادة البوليجون دي ما تزيدش في اي زيت عطري عن 3%، عشان الزيت العطري ده يبقى امن، زي ما احنا شايفين قصاد مننا اهو. دون الحبق ده نوع من انواع النعناع.